عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثل حديث ابن عباس، إلا أنه لم يبلغه، إلا أنه لم يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يلملم لأهل اليمن، لم يسمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده. وهذا من دقتهم في الرواية وتحريهم، فالمواقيت التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها، والذي لم يسمعه قال بلغني، ولم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حديث ابن عباس فيه صراحة أن الرسول حدد لأهل اليمن يلملم. نعم.